تلك الصحيحة أن أقول الكلمة الافتتاحية في هذا الملتقى الذي يتعلق بالسرد الذاتي في الأدب الجزائري الحديث القديم والحديث. انصرف الاهتمام منذ سنوات الثمانينيات إلى اليوم إلى شكل أدبي سردي واحد هو الرواية، وقدمت عشرات الرسائل والأطروحات والبحوث العلمية فيما يتعلق بهذا الشكل الأدبي أو الجنس الأدبي إلى حد التخمة الآن، بحيث سيكون من الصعب الآن أن ننجز أطروحة حول الرواية ونقدم فيها جديدة. من الصعب الآن أن تكون لنا رؤية جديدة للرواية على مستوى الجماليات وعلى مستوى البنية وعلى مستوى الدلالات وعلى مستوى التجارب والكتابات المختلفة والأنواع الشكلية المختلفة. صعب صعب جدا الآن، كل من سيكتب سيعيد إنتاج ما كان يكتب في الثمانينيات والتسعينيات، لأن ماذا يمكن أن نقول الآن عن الشخصية الرواية على سبيل المثال؟ ماذا يمكن أن نقول عن الطناس؟ ماذا يمكن أن سنعيد ما كان يقال؟ ولذلك ينبغي أن ينصرف الاهتمام إلى أشكال أدبية موازية للرواية تقع على هوامشها، يمكن أن نقدم فيها جديد. ويشكل السرد الذاتي واحدا من هذه الأشكال التي يمكن أن يقدم فيها الباحث شيئا جديد، كما أنه يمكن أيضا أن نهتم بإشكال من الكتابة لم ينتبه إليها لا الساردون ولا الشعريون، لا السرديون ولا الشعريون، أقصد الكتابة النثرية العادية. يعني كيف يمكن أن نتناول الآن مقالات إبراهيمي من أي زاوية؟ هل من أي زاوية؟ إذا كنا سنطبق الشعرية لا يمكن، يعني سنجد أنفسنا مضطرين إلى أن نقع على حدود الشعرية دون أن نلج المتن النثري للإبراهيمي على سبيل المثال. إذا أردنا أن ندرس هذه النصوص من منظور السرديات سنجد أن هذه النصوص النثرية للإبراهيمي لا تستجيب للسرديات. إذن هناك إمكانية لتجاوز المعرفة السردية التي تدور حول الرواية إلى أشكال أخرى مجاورة للرواية. هناك العديد العديد وخاصة فيما يتعلق بالمذكرات أو السير الذاتية في الجزائر، تعد المذكرات أهم ما كتب وما يكتب الآن في الأدب الجزائري، تتجاوز التاريخ وتتجاوز الرواية. يمكن أن يكون أن تكون هذه المذكرات أو السير الذاتية يمكن أن تكون أهم حقيقة مادة أدبية يمكن أن تميز الكتابة الجزائري. ولذلك فأنا أهني الذين أشرفوا فكروا في هذا الموضوع، موضوع السرد الذاتي، والذين قدموه كموضوع لملتقى وطني، وأشكر الذين تفضلوا بالمشاركة بمداخلة وسيقومون بمناقشات هذا الموضوع، ولعله يخرج بشيء جديد يضاف إلى ما كتب عن الأدب الجزائري وإلى ما كتب في الرواية الجزائرية.
في نلغة تحياتي لكم لأنكم اخترتم هذا الموضوع. الحقيقة مداخلتي ستكون مداخلة قصيرة. حينما نقرأ نصا أدبيا على سبيل المثال النص الذي سأقرأه الآن وهو نص قصير لمحمود درويش من ديوانه لا تعتذر عما فعل، يقول: لم أعتذر للبئر حين مررت بالبئر استعرت من الصنوبات العتيقة ضيمة وعصرتها من البرتقالة وانتظرت غزالة بيضاء أسطورية وأمرت قلبي بالطريق في كل جاذبية كأنك لست مني. ها هنا وقف الرعاة الطيبون على الهواء وطور النايات ثم استدرجوا حجر الخيال إلى الفقار. وها هنا أسرجت للطيران نحو كواكبي فرسا وطرت. وها هنا قالت لي العرافة تهدم شارع الإسفلت والعربات وامشي على زفيرك. ها هنا ألقيت ذلي وانتظرت اخترت أصغر صخرة وسهرت كسرت الخرافة وانكسرت. وهكذا هذا نص حينما نقرأه كمية الأسئلة التي تنتابنا أكثر من كمية الإجابات التي نقف عليها، لأننا أمام نص لا يشبه النصوص الأخرى. هو نص يجمع بين دفتيه ما لا يجتمع وما لا يجمع في العادة. في الواقع لا نرى مثل هذه العناصر مجتمعة في مكان واحد وفي نص واحد. حينما نقرأ نص تاريخيا فإننا نقرأ نصا منطقيا تجتمع فيه الأشياء التي ينبغي أن تجتمع. أما حينما نقرأ هذا النص فإننا أمام مكونات تأتي من مدن بعيدة ومن أطراف قصية. ليس هناك ما يجمع بين هذا وذاك، ولذلك فإنني أسمي هذا النوع من النصوص النصوص المركبة. إذا كانت هناك نصوص مركبة فهناك نصوص سطحية تتمثل في النصوص التاريخية والنصوص الجغرافية والنصوص القانونية وما إلى ذلك. هذا النص المركب لماذا نسميه نص مركب؟ لأنه يجمع مثلا بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، يجمع ما هو واقعي وما هو متخيل، يجمع ما هو أسطوري بما هو حقيقي، يجمع ما لا يجتمع. فتتكون مجموعة من العناصر لتشكل نصا مركبا. ولذلك غالبا ما أعتبر ما أتصور أن النص الأدبي ليس ورقة سطحية بيضاء، إنما هو مكعب. كل سطح من أسطح المكعب هو مجال من مجالات المعرفة. يعني إذا نظرت إلى النص من هذه الناحية سأنظر إليه وكأنه أسطورة، ومن هذه الناحية يمكن أن أراه عبارة عن سيرة ذاتية، وحينما أنظر من هذه الناحية يمكن أن يكون نصا سياسيا، ومن هذه الناحية وهكذا. ونص مركب، هذا النص المركب لا يمكن أن نجده في الواقع على الإطلاق، إنما يوجد داخل اللغة فقط. هذه النصوص المركبة لا توجد إلا داخل اللغة، ولذلك فهناك تقريب 4 نصوص مركبة في كل النصوص. يعني إذا جمعت النصوص اللغوية كلها فإن النصوص المركبة ستكون في 4 معارف: في الدين، في الأسطورة، في التصوف، في الأدب. ولا يوجد نص مركب خارج هذه النصوص الأربعة. هذه النصوص الأربعة الذي يجمع بينها
ولماذا نسميها مركبة؟ لأنها جميعاً تحاول أن ترمم الواقع، تحاول أن تخلق واقعاً جديداً. يعني الدين بالتأكيد يخلق واقعاً جديد ويرمم واقعاً يحتاج إلى ترميم. الأسطورة أيضاً ترمم الواقع، تقدم تصوراً، تقدم فهماً وتأويلاً للعالم، ليس هو الحقيقة الواقعية ولكنه الحقيقة التي تنغرس في ذات المؤول، في ذات الإنسان الذي ينتج هذه الأسطورة. التصوف أيضاً ينتج أسطورته الخاصة، يؤول الواقع، يقدم فهماً خاصاً للحياة وللإنسان وللكون. الأدب أيضاً يقدم صورة عن الواقع أو يقدم واقعاً جديداً. هذه النصوص الأربعة هي نصوص مركبة على مستوى البنية، ولذا كل نص من هذه النصوص لا يتحدث عن شيء واحد. لو أنني أخذت نصا صحفيا على سبيل المثال فإنني سأجد فيه معنى واحدا، يعني يتحدث عن زيارة الرئيس إلى أن ينتهي في زيارة الرئيس، ولا يمكن أن يكون نصا اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو أدبيا، لا يمكن أن يكون كذلك. ولكنني حينما أخذ نص من هذه النصوص الأربعة التي أسميها النصوص المركبة، فإن كل نص فيها من هذه النصوص يحتمل أن يكون كذا، ويمكن أن يكون كذا، ويمكن أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، فبنيته مركبة. النص الواحد من هذه النصوص نص مركب، يعني القانون لا يقول إلا شيء واحدا، الاقتصاد يقول شيء واحدا، التاريخ يقول شيء واحدا، الجغرافيا تقول شيء واحدا وهكذا. أما هذه النصوص الأربعة فلا تقول شيء واحد، إنما تقول أشياء متعددة، ولذلك فأنا أسميها النصوص المركبة من حيث البنية ومطلقة من حيث المعنى. مركبة بنيويا ومطلقة من حيث المعنى، بمعنى أن هذا التركيب سيؤدي إلى إمكانية البحث عن تأويلات متعددة، لأنه مركب، فكل وجه من أوجه المكعب الذي أشرت إليه له دلال. كل صورة من صور الشعر تعطيني دلالة. حينما أقول مثلا ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا، فعن أي شيء يتحدث الشاعر؟ هل يتحدث عن ذهاب الزمان على سبيل المثال، عن الموت، عن الأحبة؟ يتحدث عن أمور متعددة. حينما يقول القرآن طلعه كأنه رؤوس، أو لا طلعها كأنه طلعه ولا طلعها طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مش كيفاش الشياطين؟ هل يمكن أن نجد دلالة واحدة لهذا التركيب؟ لا يمكن أن نجد دلالة واحدة. إذن على مستوى البنية هناك تركيب، وعلى مستوى المعنى هناك مطلق. ما الذي يجعل هذا، أو كيف يتحول هذا النص من يعني كيف يتشكل هذا النص المركب؟ كيف يتشكل هذا النص المركب؟ يتشكل من خلال الانطلاق من الواقع إلى الخيال. لو أنني بقيت في الواقع سأنتج نصا بسيطا سطحيا، لكن الشاعر أو الكاتب الروائي حينما يخرج من الخيال من الواقع وينصرف إلى الخيال، داخل الخيال، هذا العالم الغامض، هذا العالم الذي لا نستطيع أن أحدد مواصفاته بشكل دقيق، داخل هذا العالم يتشكل هذا النص المركب. داخل هذا العالم يتشكل نص لا يشبه النصوص، ويتشكل واقع لا يشبه الواقع الذي انطلق منه الكاتب. وهذا الخيال لا يمكن أن يتشكل، لأنه مجرد هيولة، مجرد شيء مطلق يتشكل من خلال المجاز. بفعل المجاز يتحدد هذا الخيال،
ويتحول إلى لغة، يتحول إلى استعارة، يتحول إلى بلغة وهكذا. لأن الكاتب يتحرك داخل ثلاثة عوالم: عالم الخيال، ثم عالم المجاز، ثم عالم المعنى. وكل هذه هي من إنتاج الذات وليست حقائق تنتمي إلى الواقع، هي جزء مما يصنعه الكاتب أو يصنعه الشاعر. لا يمكن أن ينتج شيء خارج هذه العناصر الثلاثة: إما خيال، وإما مجاز، وإما معنى. كل ما يدور حول الأدب يندرج في إطار هذه الخانات الثلاث. كل النقد الأدبي، كل نظرية الأدب، كل تاريخ الأدب إنما يقف عند هذه الأمور الثلاثة: الخيال، المجاز، المعنى. وهذه ليست من عناصر الواقع، إنما هي من عناصر الذات التي تنتج الأدب بعد ذلك، بعد أن يمر بهذا المسار. هو عبارة عن مسار. هكذا إذن سنصل إلى أن الأدب، كل الأدب، إنما هو تجربة وخبرة وليس حقيقة ننقلها من الواقع على الإطلاق. فكل كتابة أدبية هي كتابة ذاتية، هي عالم مختلف عن عالم الواقع، هي تجربة أو خبرة أو رؤية للعالم يقدمها الكاتب للآخرين. أما بالنسبة للكتابة الأخرى، الكتابة التي يمكن أن نسميها الكتابة الموضوعية، فهي كتابة تقوم على المعلومة والحقيقة. هناك إذن كتابة تقوم على المعلومة والحقيقة، وكتابة تقوم على الخبرة والتجربة. ما يقوم على الخبرة والتجربة بالتأكيد سينتج نصاً، نطلق عليه نصاً ذاتياً. الآن الملتقى يتعلق بالسرد الذاتي، لا يعني أن هناك سرد ذاتي وسرد غير ذاتي. هي كل السرود ذاتية بشكل أو بآخر، لكن هناك سرد يتعلق بالذات التي تكتب، وسرد يتعلق بالآخرين الذين يكتب عنهم الكاتب. أما في المطلق فهي في الحقيقة ذاتية، كل الكتابة الأدبية هي كتابة ذاتية. هذا ما أريد أن أقوله لكم بإيجاز، وأترك المجال للمحاضرات، مع دعائي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.